بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من القضية. طبعا السلسلة دي احنا وقفنا فيها فترة كبيرة، واحد اسباب ان احنا وقفنا هو العقوبات اللي بيطبقها علينا اليوتيوب بسبب دعم المحتوى الفلسطيني. لكن احنا طبعا يعني توقفنا فترة على اساس ان هو يعني ايه يرفع عنا العقوبات، لكن ما رفعهاش، فقلنا نكمل بقى بالمرة بقى، مش هتفرق كتير. الحاجة التانية طبعا السبب التاني اللي خلاني اتأخر هو طبعا ضيق الوقت، انا مبيبقاش عندي وقت كافي في معظم الاحوال عشان احضر حلقات للقضية، لان دي حلقات تحتاج تجهيز كبير. النهاردة حلقة خفيفة من القضية بيتكلم فيها عن فلسطين قبل 48. هناك يعني اسطورة كبيرة جدا اتبنت عليها كل القضية الصهيونية او كل القصة الصهيونية او كل السردية الصهيونية، وهي ان فلسطين كانت ارضا بلا شعب، وأن اليهود كانوا شعبا بلا أرض، وإحنا حطينا الشعب اللي بلا أرض ده على الأرض اللي بلا شعب، وفقنا رصيف في حلال يعني. لكن الفكرة الحقيقية أو القصة الحقيقية أو السردية الحقيقية مختلفة تماما. طبعا الجزء الثاني اللي هو شعب بلا أرض، إحنا يعني دي ثبت يعني كذبها بشكل كامل الدكتور عبد الوهاب المصير رحمه الله في كتابه أو موسوعته اليهود واليهودية والصهيونية، أثبت أنهم ليسوا شعبا واحدا من الأساس، أن ما فيش حاجة اسمها الشعب اليهودي، وأن انتماء هؤلاء اليهود على مستوى العالم لبني إسرائيل أو لسيدنا يعقوب أصلا انتماء مش حقيقي بشكل كامل، لأن مش ممكن اليهود الأفريقي واليهود بتاع الروسي واليهود الأوروبي واليهود العربي كلهم في الآخر لهم جد واحد، مختلفين في الشكل وفي الطباع وفي كل حاجة، لا يجمعهم إلا الانتماء للديانة اليهودية. فقصة شعب، هم مش شعب واحد، هم مجموعة من الشعوب ومجموعة من شذاذ الآفاق والمطاردين في العالم كله، ما عدا العالم الإسلامي هو الوحيد اللي كان بيرحب بيهم وما كانش بيطردهم، وهم ردوا الجميل للمسلمين بأنهم احتلوا أرض المسلمين. يعني هم اضطهدوا في أوروبا، لكن لما حبوا يعملوا دولة عملوها في بلاد المسلمين اللي ما اضطهدهمش أصلا. النهارده احنا بنناقش بقى الجزء الأول من الأسطورة، وهو أرض بلا شعب. هل كانت فلسطين أرض بلا شعب؟ السردية الصهيونية بتقول هي كانت أرض قاحلة فيها شوية بدو في بعض الصحاري، في بعض الأراضي الصحراوية، وبعض المزارعين الفلاحين الريفيين في الأراضي اللي فيها مطر وزرع. آدي كل فلسطين، وده الصورة اللي مرسومة لغاية دلوقتي في أذهان الغربيين وأذهان المجتمع اللي برا، نحن اللي برا المنطقة يعني، لما الأمريكان مثلا أو الكنديين أو بتكلم عن المواطنين العاديين لما بيشوفوا او يسمعوا عن فلسطين، فبيخيل لهم ان فلسطين كانت قبل وجود دولة الكيان الاسرائيلي كانت ارض قاحلة متخلفة ما فيهاش اي مظاهر من مظاهر الحضارة، وكان فيها قليل من العنات، يعني عدد قليل من الناس، ومعظمهم بدو رحل او فلاحين في بعض القرى وخلاص. الصور اللي هذا هنشوفها هتثبت كذب هذه الاسطورة بشكل كامل. دي صور كلها لفلسطين قبل النكبة، قبل 48. دي صورة لإحدى المدن الفلسطينية، طبعا شايفين العربيات والأتوبيسات والشوارع النظيفة، دي مش شكل دولة متخلفة، أحد الفنادق الكبيرة في أعتقد مدينة القدس يعني، ومكتوب قدامها بالإنجليزي وباللغات أخرى، والعربيات النظيفة أهي الكبيرة، والناس لابسة نظيف ولابسة شيك قوي. دي إعلان عن حفلة للآنسة وقتها، الآنسة أم كلثوم في تلاتينات القرن العشرين، بيتكلم عن أعياد الطرب في مدن فلسطين العامرة. الآنسة أم كلثوم هتغني في القدس ويافا وحيفا، ولك احجزوا محلاتكم من الآن. طبعا ما كانت في كلمة تذكرة، كانت كلمة أجنبية، فكان بيكتبوا كلمة محل بدل كلمة تذكرة قبل أن ينتشر التغريب يعني. دي برضو صورة لأحد شوارع فلسطين قبل 48. دي صورة للمسجد الأقصى، وهتبدو منه هنا قبة الصخرة لو كبرناها شوية، اللي قدامنا ده في الوش طبعا طول ده المسجد القبلي، فوقيه هنا قبة الصخرة. طبعا الصورة دي من بعيد فباينين كأنهم فوق بعض بس ورا بعض، وتحتيهم هنا أو الجزء التحتاني من الصورة بيوت الناس، الأهالي، أهل فلسطين، أهل القدس المقدسيين قبل 48. مطار اللد، طبعا هي اللهجة الفلسطينية بيقولوا اللد، احنا بنقولها اللد ساعات، هي اللد بفلسطين سنة 1944، ده المطار، دي الطيارة اهي، وللناس اللي هما سواء المغادرين او المنتظرين او المستقبلين او المودعين للمسافرين،
وده مطار الليد سنة 1944، ويلكم تو لود ايربورت. طبعا هو بالانجليزي اسمه اللود او بالعربي اسمه اللود، ده كان بالفلسطيني بيسموه الليد. دي صورة لأحد شواطئ فلسطين، ربما تكون غزة أو نابلس، معرفش بالظبط كانت إيه. المهم ده أحد شواطئ فلسطين. هنا إعلان أو خبر عن السيدة أبو خضرة بتتبرع بإنشاء مستشفى في المدينة المنورة. نقرأ الخبر مع بعض. بيقول: وصل إلى القاهرة سعادة الدكتور محمد علي الشواف بك، مدير صحة منطقة المدينة المنورة، لقضاء فترة من الوقت في مصر والاتصال بالدوائر الهندسية وغيرها لتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى خيري كبير في المدينة المنورة. ده اللي هو محمد بك الشواف، ده مدير صحة منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية وقتها. أعتقد كانت اسمها المملكة العربية السعودية، كانت لسه اسمها مملكة الحجاز أو حاجة زي كده، يمكن في أول المملكة العربية السعودية، وأنشئت سنة 33. فيمكن ده كان إيه، يا إما في بداية عهد المملكة السعودية أو في نهاية عهد مملكة الحجاز. المهم الراجل ده جاي مصر عشان ينفذ مشروع إنشاء مستشفى خيري في المدينة المنورة. المستشفى الخيري ده تبرعت بيه السيدة أبو خضرة، هنشوفها بقى منين. بيقولوا المستشفى اللي كانت المحسنة الفلسطينية المعروفة السيدة عائشة أبو خضرة، دي من سيدات الخير اللي كان معاها، كانت على يعني قدر من الغنى والثروة، وكانت بتتبرع بأموالها لوجوه الخير، فتبرعت بإنشاء مستشفى خيري في المدينة المنورة وهي أصلا سيدة فلسطينية. بيقول المحسنة الفلسطينية المعروفة السيدة عائشة أبو خضرة وكريمتها السيدة مكرم قد تبرعت لإنشائه بمبلغ 10,000 جنيه فلسطيني، وكان في عملة اسمها الجنيه الفلسطيني كانت تقترب قيمتها من الجنيه الاسترليني في هذا الوقت أو من الجنيه المصري، وكلهم كانوا مشتقين أصلا من الجنيه الاسترليني. شارع جمال باشا في يافا سنة 35، شايفين النظافة والنوافير والجمال. مسرح جمال باشا برضو في يافا سنة 37، مسرح كامل في يافا. يافا اللي هي حاليا بقت بلدية تل أبيب. هنا إعلان برضو في جريدة اسمها جريدة فلسطين، كان تمنها 5 ملاليم، 15 مليم يعني، 15 مليما، سنة 1947، ده قبل النكبة بسنة واحدة، 20 شوال 66. بيقول لك: ننقلك إلى جدة بالطائرة ونعيدك منها إلى فلسطين بعد أداء فريضة الحج المبارك، كل ذلك بمقابل 72 جنيه فلسطيني. كان الحج من جد من فلسطين إلى جدة ب 72 جنيه. ليس المهم أنك تسافر بالطائرة إلى جدة، لكن المهم أن لا تترك هناك مهملا. بيقول لك: إحنا مش مهم أنك تحتاج بالطائرة، أنت بس هتروح بالطيارة، لا أنت كمان لن تترك هناك مهملا، نحن نتعهدك بالذهاب والإياب على مسؤوليتنا التامة. أسرعوا إلى حجز محلاتكم، برضه مفيش كلمة تذكرة اسمها محلات، من محلات الوكلاء الموثوقين المعروفين حنا الحلو وأولاده. ده إعلان عن الحج من فلسطين إلى جدة، وكان في طيران مباشر من فلسطين إلى جدة من مطار اللد وخلافه إلى مطار جدة. معرض سيارات بويك الأمريكية في القدس سنة 1934. فلسطين كانت دولة، ودولة عريقة ودولة عظيمة قبل أن يدخلها هذا الاستيطان. وأسوأ ما حدث بالنكبة في النكبة غير القتل والتهجير والكلام ده، هو محو ذاكرة الشعوب ومحو ذاكرة العالم حول حاجة اسمها فلسطين، وإنه ناس كتيرة جداً مش فاهمة ومش متذكرة ومش فاكرة انه كان هناك دولة كاملة اسمها فلسطين. احنا لغاية دلوقتي بنحاول يعني نتسول العالم عشان يعترفوا بفلسطين كدولة، في حين فلسطين كانت دولة موجودة من قبل هذا الكيان بآلاف السنين، وسوف تظل بعد رحيله ان شاء الله. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.